مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، لنطل عليكم مجددا في الرسالة اليومية لبعثة مملكة البحرين للحج، ونقف معكم في مشعر منى حيث انهاء الترتيبات اللازمة لحجاج مملكة البحرين الذي تم اكتمال عقد وصولهم هذا اليوم. من باب حرص بعثة مملكة البحرين للحج فور اكتمال وصول الحجاج البحرينيين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، قام فضيلة الشيخ الدكتور عدنان القطان بزيارة لجميع الحملات البحرينية في مقار سكنهم، وذلك للإطمئنان على سلامة الحجاج عند وصولهم للديار الطاهرة. وقد حرص رئيس البعثة البحرينية على نقل تحيات جلالة الملك المعظم وتوجيهاته السديدة التي استهدفت في المقام الأول راحة الحجاج البحرينيين وتقديم أفضل وأجود الخدمات استعدادا لأداء الشعائر المقدسة. فهذه الجولات الميدانية ما هي إلا للإطمئنان على الحملات البحرينية للتأكد من سلامة الحجاج ومن توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم. بالنسبة لدور قنصلية مملكة البحرين في جدة في موسم الحج سواء هذا العام 1444 أو الأعوام السابقة وفي المستقبل، هو دور تنسيقي وتكاملي وتعاوني مع بعثة مملكة البحرين. كذلك تنتقل القنصلية كل عام لتنضم إلى بعثة مملكة البحرين في مكة المكرمة في حي النسيم، لتعمل جنبا إلى جنب مع بعثة مملكة البحرين وتقديم ما يمكن تقديمه من خدمات قنصلية إلى كل من يحتاج من المواطنين وحجاج مملكة البحرين الكرام. أيضا تقدم القنصلية خدماتها والتأكد من أن جميع حجاج مملكة البحرين قد أدوا مناسكهم بأمن وأمان وسلام، وخروجهم وعودتهم إلى مملكة البحرين. هذا وقد استمر توافد الحجاج البحرينيين منذ 6 أيام إلى مكة المكرمة استعدادا بالخروج إلى مشعر منى لبدء مناسك الحج وقضاء يوم التروية. وفي يوم حافل بالحيوية والنشاط سلمت البعثة البحرينية كافة الحملات البحرينية مواقع ومخيمات مشعر منى وسط تنظيم مفعم بالإبداع، وذلك استعدادا لأداء مناسك الحج وإنهاء جميع الترتيبات اللازمة في المشاعر المقدسة لحجاج بيت الله الكرام. متواجدين اليوم 6 ذي الحجة في مخيم منى التابع لبعثة مملكة البحرين للحج لتسليم كافة الحملات مواقعهم، وذلك بعد الانتهاء من توفير الخدمات المقدمة في الشريحة الأساسية، حيث تم فرش المخيم بالكامل وتركيب عدد 450 مكيف سعة 2 طن على كافة الخيام. لأول مرة تم تظليل الممرات الرئيسية وتركيب العديد من المراوح لتلطيف الأجواء، كما تم توفير صالون رجالي وآخر نسائي بالموقع، إضافة لتوفير 3 مواقع ضيافة لتقديم المشروبات الساخنة. إلى ذلك فقد تم توفير كراسي الصوفة بدل الجلوس والنوم، وأخيراً تم تحسين كافة دورات المياه بالمخيم والتعاقد لتوفير عدد من العمالة لتنظيف مجمعات دورات المياه على مدار 24 ساعة طيلة أيام الحج. الله أكبر الله أكبر الله
يعني خدمات ونعمل خدمات الجليلة، خدمات محترمة، كل شيء عندنا متوفر الحمد لله. أكيد فرحان، يعني أولا الحج ده فرض فرضاه المولى سبحانه وتعالى علينا، وفرضاه علينا ليعطينا الأجر والثواب وارفعنا في الجنة درجات. فرحان أننا بنأدي ركن من أركان الإسلام، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. حجاج بيت الله الحرام هم ضيوف الرحمن، فلذلك الجميع متمثلة من بعثة البحرين أو من القائمين على الحملات يجتهدون لخدمة هؤلاء الضيوف، ضيوف رب العالمين. ولا شيء غريب يعني ما شفته أول مرة الكعبة، لأن it's الفيلينج إحنا ما نقدر نقول حق الناس، لأن it's completely inside work، شيء خيالي يعني. أنا طبعاً ممرضة الحملة، وطبعاً الأشياء الصحية، في لما يكون مثلاً أي حاجة عنده أمور صحية، تعبان شيء، نكون وياه، نباشر وياه، نفرز حالته، إذا قدرنا مثلاً نعطيه العلاج البسيط نقدمه له داخل الحملة، إذا ما قدرنا ناخده ونواخده إلى البعثة الطبية البحرينية الموجودة في مكة. وهذه الدعوات أحس إن هي يعني نفس الحصن اللي تحصنني في حياتي دائماً، تعطيني الصحة والعافية على أساس إني أمارس وأعطيهم أكثر وأكثر من وقتي ومن جهدي، لأنهم يستاهلون. هذا لحجاج بيت الله وضيوف الرحمن يستاهلون الخدمة، والخدمة إليهم هذه تشريف وتكليف من الله سبحانه وتعالى. والله شعور ما يوصف، يعني هذه كذا حج اللي أنا أيه الحج الحمد لله. يعني أنت بس من تدخل البيت الحرام، تدخل مكة، تشوف الكعبة، شعوريا دمعتك تنزل، يعني شعور ما يوصف. يعني حج والله أكرمك إن أنت تكون ضيوف الرحمن، هذه أكبر نعمة. يعني أنت مو كل واحد بيت الرحمن سبحانه يدعوك، إذا أنت مقبول فالدعوة تي، فنعمة هذه سبحان الله تقبلنا إن إحنا نأدي، إن شاء الله نكون نأدي فرضة الحج نكملها إن شاء الله. ونسأل الله يعني أولا وأخيرا أن يرزقنا الحج المبرور، يعني أنا وجميع الحجاج هاي السنة، وإن شاء الله ربي يرزق يعني كل من يتمنى أي الحج إنه هو أي سنوات القادمة، عشان يعني يؤدي هالركن في يعني العقيدة الإسلامية. وطبعا الأمان كثيرة، يعني نتمنى أهم شيء وأول شيء القبول من الله سبحانه وتعالى، وإنه يرزقنا خيري الدنيا والآخرة، إحنا وكل من يعز علينا وأهلنا ويعني جميع المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شعور ولله الحمد لا يوصف، روحانية عجيبة اللي نأمل من رب العالمين قبول الحج. رب اغفر لي ولوالدي واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. الحاج بطبيعة الحال وهو يقدم على الحج يحتاج من يوجهه في جميع المناسك، فإحنا نحرص من قبل أن تنطلق رحلة الحج تكون في دورة في أعمال الحج، وبعدين مع كل منسك نبين له أعمال الحج، بداية من العمرة ثم المبيت بمنى ثم الوقوف بعرفة، حتى يؤدي الحج كما أمر الله سبحانه وتعالى ويكون فيه مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الحمد لله رب العالمين، يعني أجواء رائعة جدا، يعني سبحانه وتعالى فعلا دعانا وأدينا الواجب، يعني وضيافة كانت ممتازة من كل الأحوال، من السعوديين، من المطار، من يعني الإجراءات كلها كانت تسهيل سبحانه وتعالى، والضيافة هنا كانت ممتازة، والأولاد ما قصروا، يعني من المطار بالبحرين إلى أن وصلنا هنا الحمد لله، يعني كل الأمور كانت طيبة. هاي الحجة الثانية الحمد لله، إنه وكان شعور يعني بصراحة تشقعر له الأبدان الحمد لله. والله دعائي كان ربنا يحمي المسلمين جميعا والمسلمات، ويحمي جميع الدول العربية، ويخليهم على يعني قلب واحد، ويخلي لي طبعا أولادي وزوجي
وكل شيء يعني كل هاي الأدعية الحمد لله الحمد لله. طبعا شعور يعني لا يمكن وصفه حصره في كلمات، يعني شعور جدا رائع. أنت ترى بيت الله الحرام أمام ناظريك يعني بعد عهد طويل من الحج السابق يعني. طبعا الخدمات جدا ممتازة رائعة، أوفت بجميع احتياجاتنا يعني، ولاحظنا أن البعثة تجي وتتفقد يعني الحملة واحتياجات الحجاج يعني. أحلى شعور عشته في حياتي اللي كنت أشوفه في التلفزيون شفته في الصج، ومنظر رهيب يعني، تحس عظمة هيبة في المكان. طبعاً هو مجرد أول ما توصل مكة تحس بشعور غريب، يعني شعور ما ينوصف، شعور وايد حلو. حكومتنا الرشيدة مسهلة كل الإجراءات، تركنا البحرين اليوم صباحاً بسهولة ويسر، وأيضاً الشقيقة المملكة العربية السعودية ميسرة الأمور. يعني خلال فترة أقل من ساعة إحنا طلعنا من المطار، إجراءات جداً بسيطة وسهلة، والحملة أيضاً ماخذة كل الخطوات المسبقة لتسهيل الأمور على الحاج. أنا كإنسان كمواطن بحريني مسلم أعتز بفضل الله علي أنه مكنني من القيام بهذه الفريضة وهذا الركن، وأتمنى كل المسلمين في البحرين وخارج البحرين تتيسر لهم الفرصة. ما أقدر يعني، الله يعطي أمه وأبوي الصحة، أبونا ويانا في الحج، ومن إن شاء الله الله يمن عليها بالصحة. كل من دعاني وحملني أمانة الدعاء في هاي البقعة المباركة الله يستجيب له إن شاء الله، الله يستجيب له إن شاء الله. الله أكبر الله خالص للتوفيق لأداء هذه المناسك، وأن يعم الأمن والسلام في هذه الأرض وفي مملكة البحرين بإذن الله تعالى، ونعود إلى أهلنا سالمين غانمين مغفور الذنوب بإذن الله تعالى. أتمنى لجميع حجاج بيت الله الحرام القبول والرضا والجنة إن شاء الله ونعيمها، لأن هاي الفرصة يعني جتنا هالمرة بكرم من الله سبحانه وتعالى، ما نضمن تجينا مرة ثانية. هاي الشعور ما ينوصف صراحة، يعني ما أدري، شعور وايد حلو يعني ما ينوصف، ما شاء الله وايد روحانية يعني، والحمد لله رب العالمين، الله يتقبل منا إن شاء الله. السنة هذه الله يطول عمرك، بعد الفترة اللي مرينا فيها في كورونا والإغلاق التام اللي صار، فأول ما انفتح فقلت إن أنا العمر مو بيدنا، لازم نأدي الدين اللي علينا، الأمانة اللي علي لازم أديها اللي هي فريضة الحج. الحمد لله رب العالمين، طبعا أنه اختارنا واصطفانا من بين كل خلقه أن احنا نكون ضمن حجاج بيته العتيق لهذا العام. طبعا هذه شرف كبير، والكل يتمنى يكون في هالمكان وفي هالوقت بالتحديد. وحب أن تنسى هذه الفرصة أني أشكر مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية على هذا التنظيم المشرف طبعا، وعلى الخدمات والتسهيلات اللي هم مقدمينها لنا لهذا العام، واللي سهلت أمور الحج بكثير. طبعا أنا جاية الحج من قبل، هذه ثاني مرة، بس ما شاء الله تبارك الله الفرق واضح في تسهيل الإجراءات على حق الحاج، في الوصول إلى مكة، وفي إجراءات اللي هو العمرة والرجوع إليها وتدية المناسك بإذن الله. فالحمد لله على هذا الشرف، وإن شاء الله أتمنى حضور الجميع يا رب. أنت تلتقي برب العالمين في هذا اليوم، وهذه شيء يعني إيش أقول لك، ما يوصف ولا يعد. والحمد لله اللي الله أعطانا يعني أنه وصلنا وحجينا، وإن شاء الله الفعل حق الجميع إن شاء الله أنه يوصلون في هالمكان ويدعون، ودعهم بيكون إن شاء الله بالنسبة لهم من أرض الطيب والخير بعد أحسن وأفضل يعني. أنا حتى يسموني مدمنة حج، لأن أحب الحج وآية كذا مرة ما تنعد لي إياه. شعور الإنسان في الحج، وكل مرة أدخل بيت الله الرهبة تأخذني،
بيت الله ما يتعوض ترى، أحسن وقعة في العالم. كل مرة أدخل بيت الله الرهبة تأخذني. بيت الله ما يتعوض ترى، أحسن وقعة في العالم. الله.